السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف هذه التشكيلة اللي أنا اخترتها لخوف بس من برق سحر كهرب بيكا، يعني شغلات هذه. بسم الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر، هذا مروق وهيك فينا شره. اوكي الله يعين. في خنزير، في الآلة الطائرة، في اشياء قلق. زي ما احنا شايفين، الله يعين. بس نلعب الغولم، ننطلق. الله يستر، واحد عنده هجومين والله خارجنا. اوكي، طبعا هو الخوف من بيكا، من بيكا الاشكال هذه. والله يعين. بس قلق 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 الاعصار والاشياء، اشياء كثير مقلقة. كفو يا الصياد. اوكي، نحاول ننقذ ابو قنبلة ممكن. يا سلام عليك يا ابو قنبلة. الى الان الموضوع لسه 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 موضوع طويل. والله يعين، بيلعب علي اعصار. الله اعلم. والله مشكلة. حلوين حلوين، مركز الآن على الجهة الثانية. الله يستر. بس نزل سباركي صديق. الله يستر. اوكي، الله يعين. بس الله يعين، زي ما انتم شايفين كان مفروض اتجه للجهة الثانية. الله يعين. بس وضع ملخبط شوي الآن. اوكي، منطاد خطير، لكن في التنين الناري. يا ستار استر. بس الوضع صعب، وضع مكركب وملخبط. سباركي ممكن تحسمين يا سباركي، والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يا ربي لك الحمد.
واو 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 واو، خصم صعب. كيف نشوف أحمد؟ ما نعرف من اللي قاعد يشجع، هذا مشكلتي بالقبيلة، ناس ما تدري وش هم، يعني ما تدري وش نوعهم، هل هم يحبونك، يكرهونك، يبغضونك، يعشقونك، ما تعرف. كل اللي يعرفه إنه أحمد قاعد يخبص الآن. هو تشكيلات، ودائما تشكيلات غريبة، سواء بالساحة سواء بتشكيلة العادية، لازم يحب، لازم يلعب لي كوخ البرابر، ما ينفع، ما هو دائما ينفع، والآن يتورط لأنه ما يلعب أسهم. شوف 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 كيف الغريب، شوف كيف الغريب هذا، شوف كيف، شوف كيف أرسل لكم تشكيلات وما انتم راضين تتعلمون. ليش؟ ليش؟ ما اعرف، ما اعرف. يعني كوخ بربر وحفار وما اعرف ايش، مش عارف ايش، يعني المهم كله ما في هجوم، يعني ما في هجوم. انا قاعد يفحط، فعليا قاعد يفحط، حتى أسهم ما فيه، حتى ياس فعليا قاعد يفحر. شوف كيف ما فيه هجوم ولا شيء، بينجلد بينجلد، بياكل زق، بياكل زق، قاعد ياكل زق، فعليا فعليا قاعد ياكل تبن. اوكي، في غلم، شيء غريب، تشكيلته مرة ثقيلة، ما أدري كيف. أنا معني ألعب ثقيل، لكن هو مرة 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 تو ماتش، مرة معدي الليش. اوكي اوكي، الخصم الان انتظروا، صح، اخيرا اخيرا لعب الاسهم، اخيرا عرفنا في شيء اسمه اسهم. هذا اسمه. اوكي، شوف كيف الغباء، الخصم عادي يضحي بسحر الكهرب، عادي، امور طيبة. غباء غباء، هذا يحب كوخ البربر، بالاخير انك بكوخ البربر، يعني ما البربر هذين ما قالت، بس تشكيلة مبربرة. مشكلة 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 مشكلة، تو ماتش تو ماتش تو ماتش تو ماتش. شوف هذه تشكيلته العادية، هذا يعتبر وضع، هذا يعني تشكيلته يسوي الغلم ومدري ايش، تعتبر شيء عادي بالنسبة له، اتوقع تعتبر شيء عادي. طيب، هذا يتشكى، يقول الخصوم أعلى مني ليفلات، لكن فاز الحرب الماضية، والآن هذه الحرب. خصم بدأ على الطائرة، يا هي كريهة، يا هي كريهة، أظن أخذ نسخ نفس تشكيلتي، ويبدو لي الآن متورط، نسخ نفس تشكيلتي، لكن الفرق الليفلات. وأيضا خصم جدا كريه، على طائرة، فلن، أشياء كريهة مرة، كريهة بالموت. شو كيف نسخ نفس تشكيلتي فعليا. خصم جابه هجمة غدر، لكن لعب بأسلوب صح، صاحبنا قاعد يلعب بأسلوب صح، لكن
الليفلات وما أدراك ما الليفلات، ما تساعد يا أبو مساعد. أوكي، وضع صعب، وضع صعب، وضع صعب، وضع صعب. ليش حط السياف هنا؟ يعني لهالدرجة خايف من الغيلان ذولا؟ والله مشكلة. باختصار مباراة صعبة، عنده سحر كهرب خوينا، وعنده سباركي، وعنده اوكي تنين نار هناك، مفروض سحر كهرب هنا. اوكي قاعد يلعب صح. ليش ما عندك اسهم يا عبد السلام، يا عبد السميع، يا حمادة؟ والله مشكلة، والله مشكلة. قلنا لكم، قلنا له قبل، لا يلعب، لا يلعب، لا يلعب حرب، لأنه الليفلات ما تساعد. زي ما تشايفين الليفلات 9 و أوكي أوكي، في فارس عملاق، لكن بدري بدري بدري. فارس العملاق بدري، تو الناس تو الناس تو الناس تو الناس تو الناس، يعني بعد خراب ملطة تلعب فارس العملاق. اوكي اوكي اوكي، لعبها صح، لكن مع الاسف، مع الافس، مع الاعتذار، ومع الاسف الكبير، موضوع منتهي منتهي منتهي. موضوع كريستيانو رونالدو. اوكي اوكي اوكي، قهر 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 قهر، والله قهر صراحة. ما ادري ما ادري ايش يمكن نقول لك، لكن كان مفروض، كان مفروض، مفروض الفارس العملاق تلعبه بدري. اوكي طيب بنشوف بنشوف ونتابع. مشكلة، مشكلة، ذا لا فالح بالهجوم ولا فالح بالدفاع ولا فالح بأي شيء. متورط الآن ضد أمير وساحرة، بالأخير حط لي أرواح النار على أساس إنها بتسوي شيء. يعني زي ما أنت شايفين وضع وسخ صراحة، أقسم برب الكعبة. ناس ما تعرف تلعب، ناس ما تعرف تهجم ولا تعرف تشارك ولا تعرف، ما تدري هي وش وضعها وش نوعها بالحياة، ما تدري. وشوف كيف ضيع الكسير، كان ممكن، شفتوا كيف ضيع الكسير؟
لا هجوم لا دفاع صح، ما عنده هجوم تشكيلته ولا يعرف يدافع. مفروض من الأول تحط الفارس العملاق وفكنا من الفلسفات. شوف كيف بالأخير يهجم الجهة الثانية، أنت لاحق أصلاً، أنت لاحق تدافع على الجهة اليمين عشان تتفلسف. ما في هجوم، ما في هجوم، تفحط 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 من هنا لمين، خاصة مع ليفلاتك هذه. والله يا ابن الحلال تفحط إلى بكرة. ما في هجوم، ما في هجوم، كيف توصل؟ كيف توصل؟ كيف توصل؟ بفهم بفهم كيف توصل. ما أعرف، وأنا الشرح عليه بعد اللي معطيه تنقية كبير. اوكي، مع الاسف مع الاسف مع الاسف، اوكي. زلوت هذا ما ادري ايش اسمه، واحد جديد، هذه اول حرب لهم معنا. هو مشكلة زميله اللي جابه ما لعب حرب، مع انه لاعب قوي، درع البطل 2 وموصل. اوكي، المفروض الان عنده دفاع، المفروض حتى الغولم يعتبر دفاع، بس المفروض عندك سباركي او فارس عملاق. اوكي، ساحر كهرب وكذا، بالاخير مات ساحر كهرب وماتوا هذولا وماتوا الشلة بالاخير. قلنا لكم كيف تفوزون بدون هجوم. نرجع ونعيد الحركات هذه، وين بتوصلك؟ ولا شيء ولا شيء. كيف بالاخير كرة نار انتهت. طيب كوخ البربر اخرتها وشو؟ اوكي، كرة نار حلوة. والله وصلوا، والله والله وصلوا، والله جد 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 شيء غريب، والله حقيقة شيء غريب. نقدر نقول الليفلات ايضا من صالح خوينا.
اوكي عنده هجوم على الاقل، على الاقل هذا فاهم، على الاقل هذا فاهم، هذا لعيب، هذا فنان، هذا ذكي، هذا صمصام، هذا زحزيح، هذا بطل، على الاقل هذا فاهم. وشوف كيف يفرق البطايق عشان ما تنضرب كرة نار. ولا والله هذا فاهم، هذا فاهم، هذا بطل، هذا مدير كبير. يا سلام، شوف كيف نزل سحر كهرباء عشان المنين. غلطته بس انه ما جاب اسهم، لكن والله فنان، والله فنان، والله فنان يا زلوت، والله فنان انك، فنان انك زلوت. كي من جد فنان.
المهم خلصنا بسم الله. نشوف الآن هذه المباراة. شيء مو معقول، مو معقول أبدا. لعب الأمير، قلت يلا نلعب البيكا ما فيها كلام، فجأة طلع مخبي لي. طبعا أنا كنت ألعب غلم بهذه المباراة، وأتوقع أن غلم جاب لي المصيبة هذه، أتوقع والله هو أعلم. شوف كيف، شوف كيف، شوف كيف، ما صدقت نعدي البيكا ونشتته شوي إلا وجانا الدب الكبير الفارس العملاق. يلعن أم التحجير الآن، ما أعرف كيف يلعب هذا، والله ما أعرف. كل اللي أعرفه أنه مجنون ومجرم، لكنه طيب، طيب القلب وإنسان خلوق، ويشهد الله أني ما شفت منه إلا كل خير. من جد من جد، زي ما تشوفون الآن هذه الأشياء اللي قاعدين قبلها باللعبة. 5.1، يا ساتر يا ساتر. فقط نقدر نقول يا لطيف لطف بس، والحمد لله يعني اليوم انتهى على خير، فوز بالحرب. هذول الخصوم، هذول الخصوم. أنا طبعا شلت الفالكري، قلت بشيل الفالكري أخفف، ألعب فارس وأبو قنبلة. فجأة جاءتني ساحرة، من زمان ما قابلت ساحرة، مو بالساحرة، ساحرة وفالكري وفارس عملاق. طبعا كنت توني جاي من الخسارة. شوف كيف، شوف كيف، شوف كيف، ما في مجال إلا ترمي السم، تدعي الله نتعدي الأمور على خير، لأنه الفالكري وراها الساحرة، هذه خطر كبير. 1408، اوكي. الباقي عنده 3 سبلات، غضب وتنين وكرة نار، لكن لسه 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 ما خلصنا، لسه ما انتهينا. شوف كيف، شوف كيف ضربني بكرة نار وصاعق الملعون. يا لعن امه، استغفر الله، بس يا لعن ابو شكله مع غضب تنين نار. لا مشكلة مشكلة مشكلة. شوف كيف، كريه كريه جدا، كريه جدا، كريه جدا، كريه جدا. طبعا توقعت انه البيكا بيبقى معنا، ما توقعت اني بموت كساحر كهرب. الان قلت اعطيه الفخ هذا، خليه يضرب ابو قنبلة وبعدين يفرج على رب العالمين، يعني ان شاء الله ان شاء الله. اوكي الله يعين الله يعين الله يعين. نحط سم وبعدين نشوف، نحط اسهم، نحط ابو قنبلة. لا والله في غضب وفي كذا، خلاص رحنا فيها رحنا فيها. هنا فارس عملاق باقي منه كثير، اضطريت العب البيكا هنا. فزي ما انت شايفين ساحرة تنين نار. هنا حطيت ساحر الكهرب امام، استعجلت والله، بس يلا السم يخلصنا من الباقي. هنا حلو، هنا حلو، هنا حلو. طبعا ابو استسلم استسلم استسلم، هجمة ما فيها ما فيها شيء يصد تنين النار، كان بعيد عنه، لذلك الظاهر خلاص حس المباراة صعبت عليه. أتوقع كذا والله. مهم، مباريات صعبة زي ما تشايفين، لا بالحرب ولا بالأحلام. هذه الآلة الطائرة جدا مزعجة.
جدا 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 جيت الحق، جدا مزعجة، أفكر أطورها إن شاء الله. أوكي نعيد ونشوف كيف أنا فزت بالحرب، لأنه مباراة صعبة، مباراة صعبة. واحد عنده هجومين وليفل 12، ولا طائرة ليفل 11، وميني بيكا. اوكي شيء صعب، شيء صعب رب الكعبة، شيء صعب، شيء صعب. اوكي شافني لعبت تنين النار، قال والله دور المنطاد وزهلها. ساتر يا ساتر يا ساتر، استر بس يا لطيف يا لطيف. خلصنا من بيكا الحمد لله، وهنا دعسة، هنا كان مفروض أساند وارمي الأسهم، بس أنا قلت والله شكرا وأنا خايف، أيضا خايف من آلة طائرة، قلت بجمع بحفظ الإكسير، وأيضا خايف من برميل غيلان أو شيء زي كذا. أمور كانت جيدة، وهنا سحر كهرب زي ما قلنا لكم، سحر كهرب فنان ورهيب، لكن هجومين، هجومين ذا الآدمي مرة المخلوق صعب جدا. هنا الحمد لله شوف كيف سحر كهرب انهالنا الى آلة الطائرة، وهنا خلاني ابدأ هجوم. صراحة انا غلطت، هل كان افضل ادعس عليه بالقلعة، ادعس على برج الملك؟ والله احتمال، لكن انا من طبعي ما احب الطمع، ما احب اعشم نفسي باحلام صعبة تصير. اوكي مشكلة، مشكلة كانت مشكلة، لكن اضطريت العب السحر الكهرب، مع انه في ميني بيكا، لكن اضطرينا نلعب. ايش نسوي هنا؟ سباركي و اوكي تصدي رائع، اهني نفسي مرة ثانية على هذا التصدي. سباركي، سباركي مجنون، سباركي مجنونة. هنا تنين النار، الله عليك والله، خطة روقان، خطة رايقة، ممكن ألعب فيها بالساحة أيضا وما عندي أي مشكلة. خطة رايقة جدا، رايقة جدا، رايقة رايقة من جد رايقة، ممكن بس ناقص أسوم تصير بيرفكت، بيرفيتو، وتصير مرة كاملة جدا. يعني خصم جدا صعب، لا منح الدفاع، لا منح تجوم، ممكن سم وتنين صغير بدال السياف، وسم بدال الأسهم. أوه آخر حلاوة، آخر حلاوة، ونطقطق نطقطق بالغولم بعد شوي إن شاء الله. أشوف أشوف إن شاء الله، ولا أنت رأيك إيه؟ أوكي ذولهم تكلم يخافون، يعني أغلبهم كذا، في ناس كارهين، كل ناجح خذوها قاعدة، كل ناجح لابد له أعداء، لابد له كارهين، لابد لابد له حاقدين. ما في، إذا تبغى ما حد يحقد عليك، عليك بالفشل فلن يطالعك ولا ينتبهك أحد. طبعا ما أحتاج نتكلم عن نجاحاتي بالحروب، ولله الحمد والمنة، ونجاحاتي في قيادة قبيلة من الـ 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 من الـ أغلبها سبايك أو نصهم سبايك، ومع ذلك نقدر نقودهم لأمجاد تعتبر جيدة بالنسبة لمستويات اللي قاعدين نشوفها من زملائنا الأفاضل. ولله الحمد والمنة، واستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجايات أكثر، الجايات أكثر، أي والله الجايات، الجايات لك ثلاث حروب وانت تقول لي الجايات أفضل. يا أزتك ما أدري شو اسمك، له ثلاث حروب بيسلكني بهالكلام. يا ولد ارحمنا أنت، هو تشكيلته غولم، وش لعب، وش لعب بالحرب، وش لعب بالحرب؟
توني انتبه، توني انتبه، هو تشكيلته غلم، المفروض يلعب غلم، لكنه ظريف يعني واعتذر. ليش ما لعب غلم يعني؟ هل معقولة ما لعب غلم؟ اي والله ما لعب غلم، اي والله قرر يلعب فارس عملاق. اوكي دافع صح على الاقل، يمكن قال بأمن دفاع، ممكن خايف من موضوع الدفاع، يحق له يعني، يحق له، مع انه غلم رهيب دفاعيا ايضا، خاصة من يكون وراه سباركي. ما علينا ما علينا ما علينا، شكوى الله، الشكوى لغير الله لا تنفع، بثوا شكواكم إلى رب العباد وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكوى لغير الله لا تنفع أبدا. هنا غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، ضيع واضطر يلعب كرة نار اللي المفروض يرميها هناك، وهنا ضيع قوة الفارس العملاق اللي هي النط الجمبازي. الغريب انه انهزم بالجهة اليسرى، هذا الغريب، ما ادري كيف صارت هزيمته بالجهة اليسرى، مع ان الضرب وكل المباراة بالجهة اليمين، فجأة انتهت المباراة، اتوقع يعني على ما اذكر انتهت بالجهة اليسار، هذا الغريب، انا ودي اعرف كيف. انا تركت وطلعت، ما قدرت يعني، مو ما قدرت بس حسيت انه ما لي فايدة يعني، ايش تتابع نتيجة محسومة، لكن تفاجأت يوم رجعنا انه مهزوم من الجهة اليسار، وهذا من باب العجب، من باب العجب. ايوه هو اللي جاب الهزيمة للجهة اليسار، ايوه دخل الامير، اتوقع 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 كذا، اتوقع هكذا، او الساحرة، والله اعلم، وصلى الله وبارك. ايوه والله الساحرة جابت راسه، الساحرة الساحرة الساحرة، شوف كيف هجمة بس بالساحرة واحدة جابت كل المصايب هذه اللي تشوفونها، شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي، والله جدا 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 غير طبيعي. هذا الخصم ما عنده منبيكا ولا عنده تنين نار، لو أنت لاعب غولم يا إزتك ما أدري إيش اسمك، كنت الآن وضعك رهيب، كان الآن ضد هذا الخصم بتتعبه جدا بالغولم والسباركي، كلام الحلو اللي بالتشكيلة، لكن سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاءنا الشيخ مالك في هذه الأثناء،
اوكي الفيديو طول شوي بس تابع. بسم الله الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الآن معركة السحاب، اثنين سباركي وعملاق وغلم. نحط الصياد هنا، نحط سباركي هنا ونحط سباركي هنا. مشكلتي ساحر كهرب بعيد، ما أعرف إيش بنقابل بعد شوي، الله أعلم. حلوين، نجحت الخطة، نجحت الخطة. حلوين 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 حلوين. إلى الآن لسه أنا ما هجمت هجمة صح، لسه ما هجمت هجمة صريحة يعني، لكن الله يعين. بس رميتي لأبو قنبلة هذه فيها كلام، فيها خطأ، فيها غلط، فيها اوكي نحط هذا عشان نمنعه من انه يجمع كسير. اوكي جمع كسير وجاب لي تنين النار وجاب لي مشكلة كبيرة كذا. الله يستر الله يستر الله يسترها علينا. هو يقدر يجيبني بال، لكن لدام ما قدر يقدر يهجم بالزاوية فأنا مطمن. ولعب سباركي الآن، ولعب الغولم أمامه إن شاء الله. مضطرين نهجم والله يعين. والله جحفلنا جحفلة جحفلنا جحفلة. واو هذه خطة مالك، ما أعرف إيش بيسوي بالحرب، الله أعلم الله أعلم. بنشوفنا مباراة ضد عبد الله.
اوكي عبد الله جايب سحر كهرب ايضا، فالوضع خطير خطير جدا. اوكي يا ساتر، لا كذا الان وضع جدا صعب. عبد الله مالك خاف من الفارس العملاق. اوكي وضع خطير جدا 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 جدا. مباراة صعبة. سباركي فارس عملاق. اوكي هجوم موجود، هجوم مفروض ترمي الاسهم الان يا استاذ مالك. حلو قلت له الاسهم بتفيدك، وفعلا هنا الان عندنا مشكلة استحرى كهرب، والبرج اليمين اهم شيء يدافع، ممكن تنتهي مباراة 1-0 ممكن جدا. عبد الله ما عنده هجوم، فبيضطر يحفر ويفحط كثير. اوكي نزل سباركي، وبعدين الله يعين بيحط لك الان فارس عملاق، فالوضع بيكون صعب. لا 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 الوضع جدا 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 صعب. ما اعرف كيف المسح السياف والبرج. ضربوا سباركي اظن. طبعا ايش في السياف هذا التفت ورا؟ والله ما ادري. سلامات يا شيخ. حاجة صادمة جدا، صدمة كبيرة جدا. فارس عملاق وسباركي. يا الله ماشي الحال. اوكي يا ماشي الحال هذا دائما ماشي الحال، تمشي اموره معانا خسائر من ورا خسائر وماشي الحال. اوكي ما ضرب تنين الكهرب بكرة النار ثم تورط. من جد الآن معركة كهربائية، واللي يقول تنين الكهرب زي الأخ شرود كان معنا نقاش اليوم العصر، نقول تنين الكهرب والله يستاهل واحد يطوره. هذا خصم قلق، هذا خصم بس يفرمل خصم من النوع القلق. والله صراحة ماشي الحال، ما هو محظوظ أبدا بالحروب. ليفلاته زي ما تشايفين يا أخي، حفار ليفل 10 حرام عليك. ما أدري، لا تعليق.
اوكي، هجمة ممتازة. ليش رمى كرة النار كذا؟ الله أعلم، الله أعلم، من جد الله أعلم. يا لعن أم الحالة يا شيخ، والله مشكلة. والله مشكلة، والله مشكلة. ماشي الحال. أوكي، فاز الحرب اللي فاتت، ما نقدر نقول له شيء. إلا والله نقدر نقول له شيء. كيف فاز الحرب اللي قبلها؟ سيد ميلاد، ضد واحد إيراني. أتمنى التوفيق لمالك، من جد من قلبي أتمنى التوفيق لمالك. هذا عنده باس رويال مضبطينه، والله يعين إن شاء الله. بدري تلعب تنين النار كذا بدري، وزي ما قلنا لكم وأقول المالك كثير. أوكي مشكلة، الغيلان ما معهم أمان، الغيلان ما ينفعون، ما ينفعون لبزقان. أوكي أنت الآن قاعد تلعب صح، قاعد تلعب صح جدا. لو قدر، يلعن شكله، يلعن أبوه الإيراني ذا. أوكي 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 أوكي، حلو. في ميني بيكا لعبت، في تنين نار. الله يلعنك، الله يلعنه الإيراني ذا. كل كل مالك استعجل، مالك يتهور 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 بالأشياء هذه. خصم ما هو لعبة، هذا ما هو لعبة. تقعد تهاجمني من جهتين يا ابن الحلال، والله حرام 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 يا مالك، حرام. انت الآن قاعد اوكي بيضرب كرة نار، الله يعين. بس الله يعين، وضع ملخبط، وضع ملخبط. خصم ما هو صعب وما هو سهل يعني، حتى الآن أقرب للصعوبة صراحة يعني. في صعوبة، في برابر من بي. يا ساتر، في هجومين يعني. أنا أم الحالة بيضربنا الآن بالبرق بعد. أوكي حلو، أحسن شيء سواه مالك حتى الآن. يا ساتر، بس يا ساتر. شوف 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 كمية مضادات غير طبيعية. تحمس مالك شوي، والله تحمس. ما لومه ما لومه ما لومه أبدا، ما لومه. خصم صعب 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 صعب. بنضرب الآن بالبرق، الله أعلم ليش ما ضربنا بالبرق، ما أدري. أوكي يلعن أمه يلعن أمه يلعن أمه، جدا صعب جدا صعب جدا جدا.
مو مشكلة 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 جدا.